يقول حفظكم الله: وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وسائل الدعوة، الوسائل ما هي بتوقيفية. التوقيفي المنهج، منهج الدعوة، مناهج الدعوة وأساليب الدعوة توقيفية على حسب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي توقيفية. أما الوسائل فهي تجد في كل عصر بحسبه، الإذاعة مثلا، الميكروفون اللي أمامي الآن هذا ما هو موجود كان في الأول، الوسائل التي جدت، ركوب السيارة والسفر عليها للدعوة هذا ما كان موجود في الأول، هذه تسمى وسائل، لا بأس، هذه تتجدد، تجدد الأوقات والأزمان. نعم.